الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحن بلابينا درسي مركا تفسيرك هاي رمضان تاين وليك شري وصنتك كوني أفر بقولي اللبي أفرتنك هجرك بشر رمضان أول كيدي آيين. وحن بلابينا تفسير سورة الأحزاب، سورة الأحزاب وسورة مدنية علماء وإسلو قليهين إني مركا مدني تاهي ويسكوا فقصين مركز لي سرد ومدنيا وحلوش إذا وحيسودك تهجر ذي النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة وهجر ذي دبديد بيسودك تهلوش إذا سرد أني ويديران شرت يسلا حديث قارك صار رطي وحكم إذا أيام مركا آخرين تهذا الله نصخي والنصخ علماء واقعي بيان وحيوقي بيان إن حكم ككلي الله نصخو أو تلاوة يا آخرين تباقي تهي ينوع لبعضه إن تلاوة الله نصخو يا آخرين ته لكن حكم كباقي هي سيدة آية الرجم أوكالي آية الرجم هذا مصحف كما سقنا لقالك مصحف كقرني يا أخرين تيدا قرآن من لو أخرين يلا بضبا ولا نصخي هيا شاو حمر كاتشوكتو باقية حكم كي أيا باقية وحدك حد الرجم الليلة هذا وباقي ومحكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكسارورت مركا والنوع لبعض النسخي إن لقالك مصحف كقرية هيا لقال نصخه آخرين تا قرآن ما الله آخرين أي عمل لقلت كان يلان لنسخه لكن وباقي هي أو أي هدى يشوكتو حكم كي إن لقو عمل فليو نقصد هذا نسخ كم إذا وحل إلى هذا ونسخ التلاوة والحكم معا آخرين تا قرآن ما الله آخرين أيو هي حكم كي إن لقو عمل فليو لا بد إلا يسلا نسخه وقرآن كان حكم تال حكم كان لقو عمل فليو سيدا النصاب كي رضا هذا آية كصاب سنيد عشر رضعات معلومات يحرمنا يا حديث كمسلم الشيقاي أنواع النسخ يا كلا الدون ما ننسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها مركا وحوي مر حكم كي كريا لا نسخيا لكن لقال كي مصحف كقرنيد يا أخرين تبوا باقي ويتشرتا ولو عمل فلي يا حكم كي مر حكم كي كريا لا نسخي وحكم كي لو ما عمل فلي هيا الشيخ قرآن كوي كقرنتي مصحف كوي كقرنتي وأنا مركا لا آخرنا يا قرآن ما لا آخرنا نسخ النوع وقع عن سن نسخات القرآن كا وحكم إذا لنسخ النوع وقع عن سن وكاوي وأنا كدت كبدن كودو أي قانين أيضا متعدد القرآن كا كل سكان ومركا حكم كود على نسخ أن لقوا عمل فلين باتشرة لكن قرآن ما ذي لا آخرنا يا أي كم تهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج أيضا سورة البقرة كل سكان بكم إذا وعكلو كم إذا آيات أنفال كسوغن يتلمام إيسا إن طبان قال له صبره وأن مركا نيكا مسلم كينو كعر رأيني أبناني مركي دمال لغا خفيفي وآيات كدن بيسا لغو نسخي الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا آيات كوه الرئيسة حكم كيدا ولا نسخي وحكم كيدا لغو ما عمل فريه هيا شي أخرين تيدوا باقي مصحف كان واكو قرنت نوع كلاوحا مركا لنسخي أخرين تمركا قرآن ما الله أخرين يو يدقال كمصحف كأيكو قرن تهيبا لنسخي لكن حكم كوالو عمل فلي آية الرجم با كم إذا آية الرجم نوحي كتري كرتي سورة سورة الأحزاب بكتري كرتي سيدا مركا حديثك أشيقا يو حديثك أبي بن كعب أشيقي أو تلمام يو يعني سورة الأحزاب انتبا مركا تردي دو مركا إتهاي آيات كيدو دي مركا سيدا هذين صدحية تضباطن آيو دوي مركا سوري واقي هرا وحيوديك مكرتي سورة البقرة وحانا كم إذا هانشري وأنو آخريني الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وتلماما يا مركا إلا نصخيب تلماما يا حديث كان وحسوري نسائي يا عبد الله بن إمام أحمد في زيادات مسند أبيه حديث كان وحسن سيدا ابن كثير كبع الضينا مركا وحوية وتلماما يا انتي كلا إن مركا أخرين تيدي لنصخي إلهينا إساقا حكم كلا أمرك إساقا له سيدو مركا وحاوية حكم انتو سودتشي ونصخو أيو آيات انتو سودتشي نتلاوة دو نصخيا مانع شرعي وكشو سوغن نمتشرو علماء دا مركا وحاوية إسلام كنا وإسلو قليهين أو إسكوا فقصيهين إن نسخو التلاوة شرو ساساودة إن من رافذ اللي يلاهدو الشيعاء أو يلاهد مركا قرآن كوالا بدلي وح دليل وقوشرا أرن كان متشرو وح وقوشرا متشرو وأيو أمرك إلهي إساقاله وفعال لما يريد يعني إلهي وحد دونه سميا إن الله يحكم ما يريد إلهي وحد دونه حكما يعني آيات الدونه إلهي نسخيا حكم كدونه سودة شنيا
يعني وح لو يرينا يا كام السمين كرتي كوات سمين كرتا مركي ساحة مشرو ما ننسخ من آية أو ننسيها أن نأتي بخير منها أو مثلها مركا وحوية نسخات دينا إن لا يسلل نسخ مركا اللبضة وحكم كأي مركا آخرين تمد والباء إيا إن مدهان لنسخ مد والباء وكود عيسى مد والباء علمد وكو إجمع سيه نصوص تي أدي لدنا وكو صارورت نصوص تي أدي لدنا وكو تيمي عيد مركا أورانا إيسا يعني مركا وحوية إلهي من نسخ كرو آيادو سودة شيء مشرو ونصوص دي أدلتنا وشيغيسا إجماعي علمتنا وقصونا ساساويد القرآن كنا إنو محفوظ يهي أيا مركا أدلتو الشيغيسا يعني مركا غاربا وحيليهين نما شيع الله إلى ظلمي أيا وحيليهين القرآن كمركي سوحان ما إلى عشنا القرآن كوا لا تحريفيي ولا عياري ولا بدلي وحبالك ساري وحبالك ضري وحنو عاسي آمن سيهين إلهي وركو إنو الشيغيبا رنأة والله وحيلي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنك أيا ذكرك سودتنا قرآن سودتنا أنك أنا إلى علينا ربي ما بلن قاضينه محفوظ مركاوية هاي وإلى علينا أيو أيو الله بلن قاضي وعدي قسنا وحق إن الله لا يخلف الميعاد إلهينا بلن كمركاو حي مقو بيارو إلهي بلن كمركاو مباشيو أوحو بلن قاضي إلهي وافريا بلن كي سباقا مايو مركا هذا الكو الله شاقين حقوي القرآن كنا وحويه وامن مركا حفيدنا لا إلى شيء زيادة إيه النقصان مركا وحما أقبل أيه عيد مركا وحويه كنت تكرف علي كرتا أو حكبة داري كرتا ما جلتو ساس يدا أودد أيو مركا وإلى شنا أو مركا وحويه ومحفوظ مركا وها محفوظ نويه هي وحل قدر سنك رؤية وحل قريب كرؤية وحل قصار كرؤية دتك كنت تكرف علي كران ساس يدا بين أشرين يعني مركا آياتك والله سودك شيء قاركود حكم كود النسخي أخرين تودو باقي علي قارنا مركا وحوية وحن نسخي أخرين تودا أي نسخي لكن حكم كودو باقي علي قارنا حكم كون نسخ أخرين تود باقي علي قارنا الله بضب وإسلا نسخ وفعال لما يريد إن الله يحكم ما يريد يعني نسخي مركا وحوية أي سوغريس وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفطر إنه آيات مركا ماشي ذا آياتك لا إله يكو بدل آيو ومرنا حكم كوكو بدليا مرنا حتى حكم كي تلاودي بوكو بدليا مرنا وحوية تلاودي وكو بدليا حكم كي لكن باقي نغنيا يعني مدول بين يشرتو عمومات كأدي لذا آيات الماميسا علماء الإسلام كنا وكو إجمع سيئا قرآن كنا ومحفوظ وإلى شيء قف كي لذا قرآن كي ولا تحريفي ولا بدلي وسيدو إلى هاي سودة شيء ماءها ويدو سيئان نبيك أغيم بامركا صحابة كي شيء ووحي دونان بيكسارين وحي دونان بيكدر صدين من لدى إسلام كواكبح يا كافر بالله ونغني لأنه كذب القرآن صابتنا وحيث القرآن كأيو بيني قرآن كأدو بيني وقالوا بي مركا سيداس آودد يعني وحيالها نسخ التلاواء مركا يوحي دونان قريها مركا شيعة أمر رافضته إنه حجة الدليل وقال لكتان إنه مركا وحي القرآن كم محرف يا هيو لبدلي أي وحي دوني يعني إنه مركا دلك لكتان الركاس لكن وحد دلوه وقشرته مجرى القرآن كنا ومحفوظة وإلى شيء مركا لورنا يا سورة ومدنية وحلو تشيدا وحيسودك تي هجرد النبي عليه الصلاة والسلام ومكاك هجرو دي مدينة وهجرو دي دبديد بيسودك تالغة المامية قرآن كمدني واساس عهدقي مدينة يا وقتقي مدينة هدو سودكو ولو مدينة بيانوكو سودكنا وحلورنا يا ومدني سورة ومدنية يا لورنا يا مدينة اللو نسبي يعني عهدقي مدينة يا وقتقي مدينة اللو نسبي هدي أي سودك تهجر دي النبي صلى الله عليه وسلم ومكا كهجر دي مدينة وهجر دي كهر هدي سودك تينا وحصورة دا أما آية دا لورنيا ومكية لورنيا يعني مكا اللون نسبي وحلو شيدا عهد قيم مكا يوقت النبي ومكا كسقنا عليه الصلاة والسلام باللون نسبي على قتل ماميا معنى هلو قد شيدا وصاص يدوي قرآن كوحو بدنيا هاي مكيبو بدنيا هاي مدني سورة دا هاي نواكو بيهين إلى اللباطن سورة دود بالسكوة فقصية هاي إني مركا مدنيهين نوري التمن سورة دود نوالسكو خلاف سيئي من مدني بامسوا مكي انت كالوكسو هردي وحي علماء يسكوا فقصيين إني مكيهين بيسكوا فقصيين هاي اتفاق طال مركا قرآن كو حوب بدنيا هاي سورة دها قرآن كو مكي بو بدنيا إنو مكي هاي أيو بدنيا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مقع الله بانكو بلابي الله سو الرحمن كن حريص تبلارنكو سفيسنا هذي الله سو الرحيم كن حريص إسا قارسين يعدو دونو خلقك إسا كم إذا قارسين يي أهاضي بان مقعي إسا كبلابي أي أبتديو أي أن كبلابنيا أما أقرأو كأخرنيا الرحمن يا الرحيم والله با اسم أسماء ذا إلهي كم إذا اسمك الله
واسم الجلالة وأعرف المعارف واسمي مركا وحوي ويندا بضنا ومقعي إلهي الله مقعي سوي وأنا مركا أعرف المعارف بعلماء قاركوت كعبران وحانو لم عني هي الإله الحق معبود كي إله حقه أي لم عني هي وأنا مشتق صدى صحيحة وحلق صوى اشتقاقي من الإلهية أما من الألوهية وبمعنى إلهية ذنا وحلق تشذا عبادة ذا وآلها بمعنى عبد أيال لوجد إلهنا وبمعنى معبود وفعال ومفعول لوجد وسيد اللباس وملبوس ودعي معنى أهان أي وزن أهان لمت سيد فراش مفروش لو يلاهدو كوزن أهان لباس ملبوس لو يلاهدو أي أمرك إله وزن فعال ودعي معنى مفعول أي مألوه ومثل إله سيده بمعنى لعابده آلهنا وبمعنى عبد وعابده مركا إله معني سوح نغنيا مألوه بمعنى معبود الإله مركا وحي نغنيسا يعني وحوي إن معرفة لقليي أي نغنيس طيب مركا سا همزدي لطوري طلبا للإعلال أي همزدي لطوري أما حركة للنقليي مركا همزدو لعضي الدبديد مركا وحوي هدنا للريبي طلبا للإعلال حركة همزدي للنقليي والله مكرب اللون النقليي مركا اللون النقليي أي مركا همزدي لعضي همزدي مركا لعضي أي حركة هذانا لا توري طالما للإعلال مركزين ريبان طي مركزين اللام كي ريبان إي اللام حركة سنبا كل مي مركزين ليسكو إدغامي مركزين إلى الله تعليل كعين كاس إساسو كل الشيء يوحل لغة كذا للتقريب يعني وحوية فهم كالقسر دوينية ما هم مركز وحوية إن مركز تعليلات كاسي أيهين يعني مد مركز وحوية سداس يعني مركز تدريج كعين كاس أي صومر طي لكن علماء ذو حيو كانان يعني سي مركا وحوي لو فهموا اي مركا اوكيران وحلا يلهدا توجيه بالي يلهدا مناسبه الله موجينيا سيده مركا شيخ الشنقيطي قال هو يري ابداء ما ناسب للاثبات لثابت الاحكام توجيهات يعني وحوي احكام تسغن وحوسغنات توجيهات توجيه بالي يلهدا مناسبه دي بالله عضينيا توجيه اس اي الله سمينيا لكن لو جمتشيدو ان وحوي مركا ترتيب تنوع اس اني مرتي يعني مركا لغمت الماما مرك الله وحول معنى يهي المعبود الحق وكمرك العابد حقه حق لو عابدوي متيستين إلى العابد أسماء إلهي ومقع أغسي مرك عن ماذا بضن أغنم معرفة بضن وحي علماء قاركوذ عبيري كذا مرك كهضيان أسماء عامهان أسماء وحوق معرفة بضن معرفته الضمير وحلق الشيء سيبويهن ويلوح كم معرفة بضن الله هو أعرف المعارف إلى بعض الحواشي أي قريان إن وحوي ريال لغو أركي سيبويه ولغو يلي ما فعل بك ربك ربي قام محوكو قفلي مركز يغفر لي وإيد مدافي محوكو قد مدافي بقولي الله أعرف المعارف وحيقوم مركز دم مدافي هذا كان مركز إلي الله با أعرف المعارف أي قد مدافي أشياء هذا النوع سي مركز للشيغة وحلو الشيغة يا مركز للملح ومن ملح العلم يعني مركز نوع سوي استناسي وحلم إذا أي الله صنع لنا إياه مركز أسوي الرحمن الرحيم ولا بأس ما أسماء ذا إلهي كمذا إلهينا وحوصنا ذي مقعي بضا وناك بضا بأسونا ذي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله قرى وحوصنا ذي مقعي وناك بضا فادعوه بها أسماء ذا كبريا أما أسماء ذا كمقعابا مقعي ذا إلهينا لما أنتوذ وناك بضيه مركز الرحمن الرحيم ولا بأس ما أسماء ذا إلهي كمذا لبضا من أوحى لقاء صو اشتقاقي من الرحمة أي لقاء صو اشتقاقي العلم قاركود وحي لهدين الرحمن وحلقت المامية والمتصف بالرحمة الواسعة وكي كصف يسنى الرحمة واسعة الرحيم نوحى لقاء المامية الموصل رحمته إلى من شاء من خلقه وكي قارسين ين حريسي سعيد دون خلقه سكمدا وكمنا نوحى لقاء المامية ذات أهان إن صفاء قطها الرحمة مدنا نوحى لقاء المامية صفة فعل ويرحم من يشاء عد دونه نحرسني عد دونه أيون نحرسني مركا صفة الذات هي صفة فعل باكسوا اسمك الرحمن الله بكو قاري هي عدك للغم مقعابي كره لغم نصفين كره لكن الرحيم مخلوق والغصفين كره هذا صفة مركا مناسب يهي بالمؤمنين رؤوف الرحيم لكن رحمن بو يهي مرنب الله مؤران كره مخلوق لغم نصفين كره رحمن لغم نصفين كره واسم مركا الله كو قاره اسمك الرحمن ومقع إلهي كقار سيدا الله مقع كقار مختص أويهي وأن عدك للقو مقع عابي كرين
أي الرحمن نعدك الآن لقوم أقعابي كرين لقونا صفين كرين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. على إسبار برقي اسمك الله يا اسمك الرحمن مكان لبضبا الله بيكو خاصه اسمك الرحمن يا الرحيم وحله هرمريا والله الرانشيقى الرحمن وهي إسلا أبلغه اسمك الرحمن وأبلغ بكيه من الرحيم. يعني واحد شري مركا لبيد وبعض أي كعبرين أو اسمك الرحمن سيدا ومركا وحي الليرية هي الرحيم اسمك الرحيم وحي الليرية. وخصص الرحمن بالتقديم لأنه أبلغ من رحيم لرحمة دنيا وأخرى أبدا وأنه بالله مختصا بدا. اسمك الرحمن بالغو قاريا لي هرمرين تل هرمرين آيو الرحيم لغ هرمرين آيو والرحمن يا الرحيم الرحمن بالله الرانشيغ وحلوه الرانشيغ يا الرحمن بأبلغ وحل رانش بضن محو حل رانش بضن يهي رحمة الدنيا يا رحمة آخرة وعميم يا الرحمن والرحمة عامة رحمة مرك الرحيمنا والرحمة خاصة ومؤمنين تسقاروا قلنا حريستابا لغت المامية وأنه بالله مختصا بدأ ومدك ليه الله إنه كقاريها مغطي وعيدان الله أهين لقمنا الصفين كرو لقمنا مقعاب كرو ومدك ليه وكحروف بذيه الرحمن يا الرحيم وحروف بذن الرحمن لبدا مركا كلمة دودة هدي مركا أيسكم عنيهين ويكل حروف بذيهين مركا نصيدا يكل حروف بذيهين بغالبا معنه دون أكل بطا وصيدا غالبك صاصا ودد بالرحمن لهرمري بسم الله الرحمن الرحيم مقع الله بالقب بلابا متعلق جارك يا مجرورك وتعلق يان ولا حذفي ولا قدريا ان هر لقى قدره يا ان دب لقى قدره ان فعل لقدره يا ان اسم لقدره ان خاص لقدره يا ان عام لقدره ان لشيغ يا ان مركا لحذفه سديدا وجه مركا هر كايمان كرتا اصل اهان وحصو ارورته يدو لشيغ با موضع كلكو سارورته اسمك انو دمايسترنين اقرا باسم ربك يا بسم الله مجريها ومرساها مركا وحا متعلق ولا شيء ومذكور محذوف سقو او حكم اذا بسم الله الرحمن الرحيم موضع كسو قران كا ادكو اركته يعني مركا ولا حذفي ولا بوج انه عام نقضي انه خاص نقضه سقو خاص او حكم اذا اقرا يا بسم الله مجريها ومرساها ومعنى خاص على الشيء وقراءه خاص ابتداء يا بلو قنوا عام اقرا اخري باسم ربك مقع ربك اكو اخري اظن مقع ربك بركاي سنه يا اخري اكو بلابيا وكالمي سنه يا كبركاي سنه عامي سوا وحكم اذا ان لا يراه بسم الله ابتدئ وابتداء فعل قارك وما قارها نوع قارك وما قارها وحكى استاذ سمينا يسوى ذكرتها بسم الله ابتدئ هذا أخرين تهي هذا قرار تهي هذا عبيس تهي هذا عنيس تهي هذا لسي تهي هذا وحكة تهي ماذا والبا أبتدئوا دي ميس وهي أبتدئوا عام عاموي مركا عام إيا خاص متعلق ونقضة خاص نوى النقضة عام نوى النقضة إنو هرية إنو الضنبية اللي بضبا نوى دعضا إساقو هرية وحكم إذا إقرأ باسم ربك إساقو الضنبية وحكم إذا بسم الله مجريها ومرساها ومجريها إيا مرساها والله الضنبية الشيقو يعني مركا وحلو هرمريي باسم ذا أي الهرمري متعلقين والد دنبيسي إنه اسم نقضية إنه فعل نقضية لبضب نواد عضا يضو فعل وحكم إذا اقرأ باسم ربك يضو اسم وحكم إذا مجريها ومرساها. على كل حال اسم كورد ميسترا لما الراعيو متعلق سيدة بضان مركا لما الراعيو لما الشيغ القرآن كان كما بسو أرورين بيضو اسم كورد ميستري إن متعلق على الشيغي إيوة الحتفاه وحفي عن إن لقدره تقديرك اللي قدره يعني انه فعل نقضه كفي عن انه اسم نقضه وارن اختيارك السابسا هي مركا وحوي سفعنا شه وهذه اسم اللي قدره تقديراتك بضنية بسم الله ابتدائي هذه اللي يلاده دي كائن بهدنا القدرية لكن ابتدئ دي فعلك كلي ينبى القدرية فعلك كلية أي ينبى القدرية تكلا فعلك وحشيك يا تكرر فعلك وحشيك يا صنو نقض ارنك صنو نقضي أي تلممي مركا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ ايام كبلا بنيا سوره كبلا بنيا اسم وحلقا كان من السمو اما من السمه اسم وحلقا كان من السمو اما السمو اما السمو مدول بوالله ضبط ياي من السمو او من السمه سمو هو حنغنيا كرنت نغنيا
لبدا وجهنا وحا سي فيعن ان ليدا السمو يبقى لغا سو اشتقاق تاسا سي فيعن ان من السمو لغا سو اشتقاقي ايا مركا اجود سي او سي فيعن وحنا عدينا يعني جمع اسماء بالجمعيه سمي بن الغت صغيريا وحنا لا يقانا قاعدتنا تهي الجمع والتصغير يردان الاشياء الى اصولها جمع يتصغير كبا وحيعليا اشياء اصول شودي بيعليا اصل دودي بيعليا مر هدي سمي لغو تصغيري اسم سمي ونقضي مركز تصغيرنا ايو اسمان لغو جمعيي ان من السمو تهي بلغا قادنا تاسا لغا قادنا تبين لغا قدر فعل كوحك في عن يهي سي اسم كيلهي وحان لغو هرشيغن وحقيقة نساق اللوغو بلاب بسم الله مقع الله بان الله سوء الرحمن كن حريص بلارنك سفايسناء هذي الرحيم كن حريص إسا قارسين يعدو دونو خلقي إسا كمدا قارسين يأ هذي أبتدئ أيانكو بلابنا وحيكو فسرين بعض أهل علمي الرحمن وكسي عام كأون حريصني الرحيم نواك السيدك قار كمؤمنين تأون حريصني لكن لبدا وجه واحد في عام وجه غوري وإليه الرحمن وكي كصف إسناء الرحمة واسعة بلارن الرحيم وكي نحريسي سقارسين يعدو دونو خلقه سكمنا بسم الله الرحمن الرحيم وحكسوغان صدح النوع الشركة يعني المجرور بالحرف وباسم وبعض مركة حرف الشركة القشري الله وحال القشري إضافة الرحمن يا الرحيم التبعية القشري يا أيها النبي اتق الله الله وحل يا أيها النبي نبي قنو اتق الله يعني كالنبي أهو اتق الله الله كبق ولا تطع الكافرين قال لها أطيعين وها مغلين وها الراعين والمنافقين منافقين تنها أطيعين وها الراعين نبي قم الراعين وحلوه شيء ذا يعني سيدا كد دائم وكسقنو تقوضنا إلهي وكبقي وحلوه شيء ذا تقوضا كد دائم وكسقنو سي سيادي وكردنا إن الله إلهي كان وحو هذا عليما مد علم بضن بو هذا حكيما مد حكمة بضن بو هذا شيء والبال كوكوابون يا دقيا أيو هذا واتبع ما يوحى إليك من ربك واتبع راع ما يوحى كل وحيودي راع إليك هذه اللي هو وحيودي من ربك حق ربي قال لك هذا وحيود الله قال الشيء حق إلهي الله حقي صلى الله قال الشيء راع وحي قال لك سودة شيء حق ربك قيمي يحق ربي لقاء قيسي كارع إن الله الله كان وحو هذا بما تعملون خبيرا وحصمين إسان من أغال بضن وأقوم بضن بو إلهي هذا وتوكل على الله تلصار الله تلصار وربي كوكر صورو وكفى بالله وكيلا وكفى بالله الله باكفلا وكيلا كل تلصارته وحلالية الله أيا كفرا يا الله كافتون إن هذا سقط رصارته الله وحكم بلابي باسمك الدبدي سورة وحكم بلابي إن النبي عليه الصلاة والسلام ويرايو بوصف النبوة صفة النبي لماذا ويرا النبي يا النبي والله بقراءة وقرآن لما لا بد من الآخرين النبي وحلقة اشتقاق من النبوة نبوذنا وكرينته نبوذنا وكرين توي ماشا كريسان نبوة الليلة ذا مركا وكي كريا رفيعة هاي كريا درجة ديسو كريسي وي درجة ديسو كي كريسي ويان ويا النبي دو عدة النبي ذا هاي وكا درجة كريسا وكسر ريسا نبي محمدنا عليه الصلاة والسلام وكحك شراء أو النبي ذا دواء قم ذا يهي وفضل بذن يهي أنا سيد ولد آدم ولا فخرا واتو النبي قول عليه الصلاة والسلام آدم وحور علي وآدم كإسرا أنا أقوم بذنب النبي عليه الصلاة والسلام حتى آدم وكفضل بذن يهي لكن مركا تأدبا يعني مركا أي يساوي يعني مركا والدك أبيه مركا وحوي آدم يقولن دلي يعني مركا هذا الكوكم الصدرين وإساق مركا إساق والله قرن آيين وكفضل بذن يهي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفضل بذن يهي ورمان وكوذ فضل بذن يهي أيانو هدان النبي عليه الصلاة والسلام أنو آدم الشيء يعني حديث كان بالله كذا وإلا أدل لك لو كنت صنع سواجرتا إنه مركا ديك هو ذا فضل بدين هضيتا حديث الشفاعة يا هضيتا يوحوي أدل لك لو كنت أرورتي وتلمام إيسا إنه وحوي يعني مركا فضل إيسا سيدا وغم ذا يهي
عدة كالوردان وغمودان ياهي يعني مركز شيكيس النبي قراءة أه وقراءة السبعية قرآن ما اللو أخريه وحيطاهي مركز معنوه وحود عيا وكلو ورمي أما وكي ورمي حق إلهي كورمي والمنبؤ أما مركز المنبئ كي مركز حق الله لوغا ورمي لوغا وحيوني أما المنبئ عن الغيب بالوحي ومربضاً وغيبية منه كوّر رمجر ووحيه كوّر رمجر لغات الماما وخبرك حق إلهي كسابسان أي النبي كوّر رمائي وشيغي أي مركا اللوچي ده وشيك العلماء قاركود وحيه من النبأ بالغا كيانو النبأ اللفته ده معنى اللبات بالله استعمالان نبوضة وافقسان وأه مركا كريد مركا وحوية يعني مركا النبي معنى مركا لغسو اشتقاق إساسي دوي عد كستو الله وحيودي وحيه تشريعي أي وحى لا يلذ هذا مركه وحوي عن النبي أي لا يلذ شخص كستاء ومركه آدمية واللب وعيب كمرا والله مركه وحوي وحيودي أي وحى لا يلذ هذا النبي أي لا يلذ مركه النبي ذنو اتق الله الله كبق التقوى ومحي التقوى وحلاج كان من الوقاية وقايد واسك إلال حال اسك إلالنيا وحال اسك إلالنيا عصيان كأي لا اسك إلالنيا وحد عضي صحابة قاركودين ويديان صحابة قاركو إلى هذين ما التقوى لأنه وحوك شوابي مصوم مرتي وضم مركا وحوي قد حنبضا مركا سؤال ها محاد سمي سابوي شمرت واجتهدت ماشا هدي قد حنطا إيا مركا إسا قريها إيا وحاسي كوب بذينه قري تشبكا إيا مركا قد حنطا أي كوب بذنطا طريق الصدع النقضة محاد يشا وحن يلابو الانتان فيتا ايان مركا ومرضا ارصدو ايان مركا الددالاسة ان عكتا اولي غمي المركا ان قد حن لهين مركا سوي ذاك التقوى تقوى دوا كاسوي تقوى دوا تا وان مركا وحن لسكا الاليو وحن مركا عسيان يردي بكوشرتو وان لسكا الاليو سيدا قدح لا اسكا الاليو سوكا لا اسكا الاليو سو مخالفة دا انا تكود داشو اسكا الالي انتا تكود داشو معناها عين كاسا شاعر باقاتو وحكرا يا قبي واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى يعني واحد سمي ساسدي متسعونية مال مركا قدحان له وكدكتونه اسكا إلالينا يوحو أركيو قدحان أه فذاك التقى تقوض واتا تقوض واتا وحكى له تقوض الغفصري إن لا يراد امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وإن أوامرت إلهي لفرصومه للي ماده ولفريه وحوى الله ريبين لقرد إراده لقفه قاده ولا اسكتشره ومعنى الجامعة تعبير كلا وحي علماء قارك عبرين مالو إلهي كاد دوني وإن نكاوين مالو كودي دينا وإن نكو أركين يعني وحل لو شيدا وحو كودي دي هبال الله إمنين إلا هدى الله تما دو كو أركي يعني. وحو كو أمري وكو فرينة هكتاقين هدانت كتاقين دماشي كاوين ما يواكو أركي يعني. وكو قوقيا تعبير تاسي وحوية الفادة كالدوان معنوه اسكم يتكوي تابعي قلو انتري دلق بن حبيب يساقو حيري التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله تقوضوا وإن طاعة إلهي كعمل فشوط سميسه على نور من الله نور إلهي نكو سميسي علمي يبصير علمي وحيات كعمل فريس ترجو ثواب الله أذيقوا أرشينا أي أبا المرينة أي أشرسينة إلهي كو أشرسينة أي أدرشينيس مركا طاعة عبادة الله لإيمان أيو وإن لغو سمي بعلم علمي قال نور أه وإن نورك الله إفصانيا علمك وإن لا إفصانيا نية إلهي الدرتينا وإن لولا إيمانيا إخلاص وإن إيتهي عملك علم لغو سمينا أيه عملك طاعة أها وعلم لغو عمل فليه مرلبات كان إخلاص أي كتها أيه إلهي أن ثواب لك قدونا يعدك لأن وحب الله قربين نيدنا وفي عن تهي عملك وفي عن يهي علمنا وكوق الطماء وكفر ليه وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله يين أتكتكتو معصيد إلهي ربي إن هذا عاصيد إن هذا إسكد يسو أتكتكتو نور إلهي إنك أتكتو بمعنى بعلم وقتكتو معاصيد على وحي مركا وحي أمقال لما أما معصي فسقي أما بدعوين كل ذلك وإن أتكتكتا أقوان هذا أنت كتكتكين وحد عكر تدين أنت كتكي كرين وأشياء ذا قار كود قرن بما يسيد مركا إن وحكو شبيهين با مركا علم وإن أتكتكتا وحن وبدعي كتك وحن وفسق يا كتك وحن وقال لما كتك ويسكد مخافة عذاب الله وحد قتك يسانا يتاي عذاب كي راهي بقشات كبقان يسدراتي ومعنى جامعوي اتق الله اللوغة متشيدو نبي عليه الصلاة والسلام تقوضا إنو كمرنا
النبي يقول وحوها تقي وحوها ضدك كأغطق وضبضن أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له بأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام هذا هو حلا يقال أمر كشيء الله أمره وشيء أن حاصل هينو تشرين أي الله يس أمره أولا إلى هذا وحاس سمي الشيء وهذا حاصل بي هاي ميانو نقول أن تحصيل حاصل شيء تشرى تشرسي شيء تشرسي اللو تشرسيني أمركو حقوق ينصنع يا شيء الله أمره إنا نتشرين هذه اللي إلى هذا وحلا قد شوابي تقوى ذوي تشرتي النبي عليه الصلاة والسلام تقوى ذواك الصغنى وحسن لوك هذا تقوى ذا سيد دائم دوامك وحوي وشي صوص عدو مستقبلي نبي يقول وها دائمي أتكين لقصي أتكين يسقو إلى هاي أقيا هاي إنو دائما يا النبي عليه الصلاة والسلام أيها الضنا أمري إنو دائما وكسقنا ذا تقوى ذا مرلبات كانت تقوى ذو زيادة أقبشا مرك هو أمر بالدوام يوال ازدياد إلا الدائمه يا إلا كرر الصدى الله بضب الله أمري تقوى ذا كزيادة وكرني سيد دائما وكسقنا معناها لقات الماما يا ساسي دوي أمد نوى اللوتش إذا مركا إن نبي مركا الله أمره يوح إن لليه هاي أمد لك عليا والله قتل الماما يا مركا وح لقر يبي إن لليه هاي أمد نها كتكتو وهي خطاب كان نبي قال لا خطابة وحي كرني قنت هاي أمد إلا لا خطابة جمهور أهل العلم وحي عن شيء النبي قال لا خطابة أصل كوحو يا هاي إن مركا أمد لو ذاقيس دليل كوكار يلي يهدان لهيرين النبي عليه الصلاة والسلام وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني أي هو السني وتصاحب المراقي ورنايه وحي النبي قال له خطاب عليه الصلاة والسلام عامية لست العامية لا يعامن من الله حكمه وحكسك إياها مركا وحي مذهبك أي كسك إياها مركا صحيحة وأنا قولك كرية قوية وي حق قوة كرية العلم قاركود وحي إليهين شيء مركا النبي قال له خطابا يهدي مركا قرينة على مدي أي شيء يسوء النبي عليه الصلاة والسلام للو داقه يتاسوا اتفاق يده إلا لو ذاقي بمعنى شيء النبي قال له خطاب يصدح نوع بالله قيبيا شيء النبي قال له خطاب قرينة ذا على مدى أي كتوسين يسوي النبي كو قارتاي كو شيء النبي قال له خطاب عليه الصلاة والسلام وقرينة ذا أي كتوسين يسوي إلا لو ذاقه وقرينة كل ما هي أمارات كتوسين يسوي إلا لو ذاقي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن نبي قال له هالقب صدية خطابك وحلقتي مركع عام بالقتي شمع بالا لها الضياء ساس أودد يعني يدو النبي قال له خطابا يي إلا لو داقا يا واتفاق وإجماع تولي سلوء قل يعلم ذو رمان ويسكوا فقصين شيء صدح هذا وحيت شيء النبي قال له خطابا الله بدا قرينا مدنا بقان لصعون أمرتكم تلسين يسين إلا لو داقا يا أمرتكم تلسين يسين النبي قال كوكاريا هاي مدنا بالله مصعوته حركة عين كاسم وحلا قصوا قاضيا إلا لو داقا أي عامتاي من حيث المعنى مسوي حوية مركا لقى مسوي قاضي موضع على سوق خلاف سيء علماء سوق خلاف وطاس موضع أنا وكرين للو ذاقة يقرأ انت على قرنية أمر كرنية أمر رضا كدن بي وأنا صار ارتيض مركا انت بمركا أمد لأمر ايو المؤمن انت لأمر ايو هذا تقوضة تهي هذه قارضة إني أدي عنت هاي مدوالبا مركا وحوية على كل حال أمد ما دام مركا ويساقو هو قامية ويهي خطابك لا خطابي وحي كدي قنت هاي وأرنك الله أمري ولفريت تقوى ذا ولفريت تلصارتك ولفريت وحي قينو راعو أمدنا إساس اللي أقول له أمري ولبقى آيات الله بعد إن الله كان بما تعملون خبيرا لبقى رأى كتشرة تعملون يا يعملون مركا وحلقو ختمي شيء تلماما يا عموم تلماما يا والله ما أرن بما تعملوا بما تعملون يا ليلو مؤمنين ترى لها الله يو بما يعملون نوح النقن إساء إن قال ذي المنافقين تبع إسوء قريان إنه يعني إلهي وأقوم بذيه خلق ورنا الله هو أقوم بذيه وحي سمين أيان يوحي كسو قيه المدولبة مدولبة الله وأقيه نبي عليه الصلاة والسلام وحلق الرئابي إنه قال ذي المنافقين تأطيعه من أطيعين سبب نزول صور يواتشران إن قال ذا قاركوذ النبي قوي مادين عليه الصلاة والسلام ومدينة وقوي مادين ويكون هذين آلي هذا يدو حباك الشيقين وحنو عابد إنه يا صنم هذا يذا وحبها كل شيء جنها عيبيني ولما واحد هذا ويش في عقاضيان سيدا هذا صمي سنة وحوي حولها يجانو بركو الصينينا قصة عين كاسي مسقنا وضعيف جدا ساساود يا صابن ما الله شجع ما فينا ويا متسقنا السعة ما اللي نقرها بيا جاردي منافقين تاني لا أطيعه ويا جاردي منافقين تادي لا أطيعه وحين نقرأ يسنا نوع موالاة وجاردي لقولي يلا نيجي منافقين تي كأنه وحبل لقى مغلين
إن الله لا تشنين إن أن يجا وحود الليالين إن أن يجا للراعين أي مركا لا تلمميا قال ذي المنافقين تبع عدوية إلهي وإن عدوية الله أركاء عدوية قينا تسكى أطيع دو أما الله تشطى أما صاحب كردقى تو أما يساقى دبقى شو تيارهم مناسبة ما نهي قوح فائدين يا تحريم بفائدين قاعدة واحدة النهي يقتضي التحريم نهي قوح كان سنة يا يريبستو حارنتين من بكان سنس مركا شيء الله ريبي وحن نغنى يا شيء حارنا سيدا قاعدة واحدة شيء النهي يقتضي التحريم مركا قال يا منافقين إلا أطيع ما بنانا وحاران وأرهن أن بنانين مركا حاران بين قطع نبي مركا وحوي إلهي وقرنا إلا أن أطيعين قال يا منافقين لك عدة اللوت شيء دين لقر ريبي يا وإن قطع طاعة اللذيذة يانا وحيكو سابسن طاعة وحي شرع هذا خلاف سن لكن شيء شرعي أنه شيء هذا قال ذو كوكو إلهدان وخلاف ما يسيد ويجا ما تطيعين الشرع قد أطيع هذا الشرعي أي هذا أطيع هذا مركا طاعة الأطيع يا قال يا منافقين سيدا سيدا بين مركا وبنانين أن وعدي موالات خين السوق ليس قال هذا الأول يا لنا أي نوع سيسوق ليس قال هذا الأول يا شانا ما بنانا واتبع ما يوحى إليك من ربك الله وحى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن أنا والينا أمريه إنه مركا راعه وحى ربي وحيوده حق ربي اللوغة وحيوده اللوغة الشيقي إنه راع الله أمره سيدا النبي قال الله أمره إنه قنا أفر صنه لينه أمره ويتبع بين رسولك أنه عليه الصلاة والسلام وأنا عام من حيث المعنى حق معناها أي عام كان غنيا سساودت بآيات الوختمة إن الله كان بما تعملون خبيرا بما تعملوا لمورا وحلوك إذا أنت وأمتك هذه أمت هذا هالراعان وحيقا أي معنه رعيا سيدا ساودت بالله وختمة إن الله كان بما تعملون خبيرا وهذا مخالفة لتمادان ومركا خلافتان نبي قوينو خلافة مدى عيسي ومدى اللوت شيدا إنا دعي كرتين خلافته أما عيد ومدى كم إذا خلافته صورو بكرته هذا خلافتان إلهي وحوي وإذن أرك إياه وإذن أوقي إياهي وإذن كعب على المرينة هذا فلسان وأوامر تأسيد دولات ما داننا إلهي وإذن أوقي إياهي وإذن كعب على المرينة الصواب كي أجر كيبو مركان إذن سيني هذا خلافتان عقابا متيسان إسان ما معنوه دعيا ومدى عيد خلافتا أي متيسان وتوكل على الله الله ترى صار توكل هو محي واثقة بالله والاعتماد عليه وأن الله لقوك رسوناه ربنا الله عسكده مع الأخذ بالأسباب المشروعة أو المباح يظل رغب أسباب الشرع هذا مركا لقو أمري ولا الشرع قريي أما واجبك أما السنها أو المباحة أما مباحة إلا لي مأده أسباب حارانت على رأي من ماي أسباب الشرع هذا أقشهي يا ما أي بني سي أما أي واجب سي أما أي سنة سي أسباب طا يضل رأي من يا ربي لقوك رسولنا يا الله عسكنا يا نتائج تي وح كأي من دونه يا وح كنا دونه الله بالله ترى صارنا أسباب تا إلا لي مادة أصابها الشرع عدو أقشها إلا لي مادة وح كم تي من تمام التوكل لما يصير أنك توكل كم تي وح كلا ترى توكل يا تواكل توكل وما حي وكائن الشجني أسباب تي الشرع عدو أقريدنا لقاضنا يو الله أنا لو كرسونا يا لو تيرسنا أنا أسباب تلو تيرسنا لا عسكنا تواكلنا ومحي وإن الله لو كرسونا هذا لو تيرسنا لكن أسباب تليس كدايو أسباب تشرع عدو أقش أي هذا رأي من إن تواكل بالله تواكل لما يلادو هناك فرق بين التوكل والتواكل تذكر قاركو تاسيس كو قلطان تواكل بي وحي مودان تواكل صحنا ما وحي تهي وإن مركا وحي تواكل كلا لي مدوي أسباب تنا لي مدو اعقلها فتوكل مركو نيكي كويري نبي عليه الصلاة والسلام يا نحرى مسا إلهي بنو ترسارته وحوري حد إلهي نو ترساره حريقها ترسارا انتو اسكسي الدايو إنو مركا إلهي بنو ترسارتي ماه هشم يا نحرى أبولي مسا إلهي بنو ترسارته اعقلها فتوكل لبدا يسكتر حريقها ترسارا يا الله ترساره حريق أدك بنكو حريها أوران هو حنانيس وين الله ترسارته لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا الله ترسار الله إذا أنت رسارتك حق وليه وحدين أرزاق لها سيدو شمبرها وأرزاقه تغدو خماصا وحيك الله هذا يضو مركا وحوية على المركا أمرا وتروح بطانا وحي صنو غطا صورة وحدا يضو ديريك سنبي صورة وحدا على قتل الماما يتوكل كين لاتي مادو أسبابتين قادته بول كيف فرد على مورا تغدو خماصا وتروح بطانا مركا توكل كونو سيدا يهي بالاقا قادنا يالاقا دريشنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي نبي غنو اتق الله الله كبق ويسكي لالي
وحو كأمري إناد كتكتو أما وحو كاريب إناد كل عضا إسكا إلالي التقوى من الوقاية الله كبق وعسيانك مخالفة إسكا إلالي ولا تطع الكافرين أطيعن وهم مقلن وهم راعن الكافرين قال ذي والمنافقين منافقين ته قال ذي منافقين تهيال وحي كليهين وهم راعن هأطيعن إن الله الله كان وحو هذا مرو البنيهي كان ولم يزل عليما مد علم بضان وحكيما حكمة بضان وعلم بضان هو حولب وأقيهي علم قسوة واسع يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون وحوقيه وحي هرو دعي وحي هرو تشري يوحى تشري دونه يوحى تشري نهدي تشري لهاين سيدي نقول لهاين بو الله أقيهي علم قيله هو واسع يعني وحولب الله أقيه علم قيله هنا وحكو تعلقا يعني الله هو كتعلقا واجب كأي مستحيل كأي ممكن كا مدول بوا كتعلقا ممكنات كوحلوش إذا مخلوقات كلوش إذا والله مرك ذات ذي سيصفات كيس يفعاش يسا وواقول لي هو أقيهي وأقيهي وحك قرصوني مشرو مخلوقات كوردن أحواش ذا وأقيهي وأنا كورقبا وح مستحيل كان حتى دعين يعني دعان أين الصورة قال الله إن الله هو أقيهي وح الصورة قال كيدعي دونه الله هو أقيهي يعني وح والبا الله هو أقيهي ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وحان دعين إن يدعان أين يدعي كرين أي هدي دعي لهاين سيدين نقول لهاين الله كورميا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق حكيما إلهي وكحكمة بضا أو وحول با الله سدو هبوم بودغا حكمة إلهينا وحيكو تعلق إيسا وراهي ذي سيفعل الذي سا شرعي سي أمر كيسا يخلقي سا مذول بواكو تعلق إيس مفسرين تقاركود وحيدا حكيما في صنعه وكيو حكمة ضبطنا وحاو السمين ايو مركا وحاو السمين ايو كليا ايو حكمة بذن يهين لي لهذا ومعنى كوبان وقاصرة معناها كعام صنبا كفيعا وحكيما في كل شيء في شرعه وأمره وفعله وصنعه وخلقه وحولب إلهي وحكمة بذن يهين وحاو السمين ايو سيدا وقو حبونا شاه بذن بو السمين وحاو أبور ايو سيدا وحبونا شاه بذن بو أبورا وحو ورانا يو سيدا او هبونا شابدن بو يلاه دا وحو الشرعيين ايو اما او حكوم ايو سيدا او قواناك سنبو او حكوما اما او شرعيين اما او يلاه دا واتبع ما يوحى اليك من ربك واتبع راع ما يوحى كلا وحيودي راع اليك اذيق لقو وحيودي نبي محمد عليه الصلاة والسلام من ربك حق ربك لقاق وحيودو لقاق الشيقي كان راعوه قانسا سيدا النبي قال الله امري وحيق انو راعو أي إننا أين أفرصون هو لينو أمري إن وحي قرعنه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني الراعة كي ليذين سودتشي حق ربي ليذين كسور رغي ووحي قاه كالراعة إن الله الله كان وحو هذا بما تعملون خبيرا وحصمين إسان كي أقون تبدنا أي هذا أخبر تبدنا وتوكل على الله تلصار الله تلصار والله كوكال صونو إساق عسكو أسباب تشريعة أقوشة هين اللكاري هذان أسباب تشريعة أقوشة هين للا إمنين أولا إلا هذا إنتا لسك فريستو إلهي بان ترى سارنيا أسباب تين اللقا فريستو توكل معها وتواكل سينهر أسو شغني وكفى بالله وكيلا وكفى بالله الله باكفلا وكيلا كو حلاليو لترى سارتو إلهي باكفلا معنو حود عيا اكتفي بالله يعني الله كافتون الله بكو كافنية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله الله كميل لرجل إن أميل من قلبين لبقلب أميل في جوفه أوركيسا لبقلب إلهي روحنا أميل قفنا إلهي أميل إن أميل لبقلبه نولب إلهي حويا لي قف والب قلب قرأي يا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل الله كميل أزواجكم دمركين يهوينكين كميل
الله إيكوا سو تظاهرون أذهاريسين وأرنيسين أنت علي كظهر أمي سيدا دبرك هو يدي إيقيهي وكلا أياد مركا إيقاتو إيقا حاران سنتهي دو مركا سيدا كورن إيسان وإسك حاران تنمين إيسان إلا هاي كميل منهن حالي دو مركين أهادين أمهاتكم هو يوينكين إلا هاي كمردين جعل هذا مفعول كيدي اللباد وأمهاتي يعني قال هو يوينكين لمدا وحق حاران نمضا كلمدا إلا هاي كمردين وكميل وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعل كميل أدعياءكم كوا الشيغ نيسان أيضاً دلين أبناءكم إن مدينكم أدقين ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم كي الناس هذا الله أرى نيسان لصو الشيغي قولكم وأراهديني كأرنيسين بأفواهكم أففكين أكأرنيسين أفك باركسون بأكأرنيسان حقيقة وحلم معها هوين إذن أمامركا وحوية قبردن بأيقا حارانسان أفكينون بأكأرنيسان أفكين أنا حاران كن نقول ميس إنا كم بان داري ميدا نددالين بأيسك أرنيسان مركا وحوية وإنا كيغي أطبني كل سمين إسان وكأنا يالانيسان وهذا لأفك باركيس أكأرنيسان أن حقيقة لهاي يعني مدبا لبقى البله وهو حن حقيقة لهاي وهذا الأفك باركيس لغيري واحترمها والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله الله يقول حورنيا الحق القول الحق قولك حق أبو أرنيا وهو الله يهدي السبيل وضد حق أبو ضدك كهنونيا السبيل الحق ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ادعوهم ويروا النسبية وأبترية لآبائهم أبياشوا ذو أبتريو مركا أنسبايا أبيه أغي يرى وحات رادن وإنه بل ماذا أن دلين ها أرانين مركا كانا مركا إنن كيسي أويها يرى ها أرانين أبياشوا ذو نسبايا هو أقصد عند الله هو أي دعاؤكم لآبائهم أبياشوا ذنا أنسبايسان أوتيرسان واترادن وإلمه بل وكير دلي أوتيرسان أقصدوا إساق عدالة عند الله الله أكتيس أرنك أساء عدالة كنك العدالة مره اسم التفضيل هنا ليس على بابي لو قمت شيده ككلا عدالة والي هي لكن كنا سي عدالة بضل مرادكم معها إيو حلقت الماما يا كنا عدالة له ككلا عدالة مره اسم التفضيل هنا ليس على بابي اسم التفضيل كالكن بابك يسمى هو معنى التفضيل لو مت شيده لبشي أوح وداقة أوح وداقة يا ديراتكو كلاه مرادكم ما فإن لم تعلموا هدي أيضا قرنين آباءهم أبياشود هدي أيضا قرنين فإخوانكم في الدين أي فهم يقو إخوانكم ولا لدين في الدين الدين كأن يكون ولا لوبي ولا لدين كوة ومواليكم وإلما ذهر دين أما ومواليكم وكوي آمركا حريسين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وليس عليكم كركين ما أهانين جناح دنبي فيما أخطأتم به وحاككم مأذين وحلمان يوحلم إذا أترى هذين تهدن بكم قبطان أيضا مركا دونين وقسلين وحيدا أبريرين أني أي قصد آذين ذكردعين لكن حلمان يكم إذن كردع عيدن بكم قبطان ولكن ما تعمدت قلوبكم هيا شيء ما تعمدت كي أكسته قلوبكم قلبي يدي أنه أيوب بريران أكسان تآخذون به ولا يدين قبنيا ولا يلاهد خبر بالله قدريا تآخذون به وشكا سوحي النغانا يسائل هم مالكم محل رفع تالا خبر كنا ولا قدريا يو تآخذون به ولا قدريا شمل ذاس وشكا لو حيطا إن ليلها ولكن أي ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم هيا شدن بيقو حكسو ناضي كي قلبي يدن او بريران او كسان كاسا كدن بابيسان شايقي وحوية خلط كأها هدا برير يقصد يدن كردعضو مر كاسا كدن بابيسان وكان الله والله وحوى هذي مرو البنية هاي غفورا مدن بداف بضن ورحيما نحريس بضن آية دهوري ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه العلم قركود وحي الهدين واحد شرينين قال هذا كم إذا أشيغن شرينو لبقى البليهي وحقب شديس وحقبتانا وحلو شاقب وحفظانا عاد بأبنان شرتالي مركزا قال هذا وحيكرهم إسنائين لبقى البليهي
كاس سببتي سيكسو الدكتالي لكن سبب النزول كاسي ما أصيحنا وضعيف سبب النزول لبعض واشيغين وإن المنافقين تمركي النبي عليه الصلاة والسلام كدبتو كنيان أي وحي إلهدين دي قلبنا مركا حق الصلاة دي مؤمنين تكولتشرا قلبنا حق إنو كولتشرا سبب النزول عين كاسي ولا سوري أيضا يكسو الدكتي كاسي وكقوي سي وكحوك روني هي ككالين لكن يستغل لفتيس علماء قاربة ضعف كل شيء احنا سوري الترمذي يا ابن خزيمة صحيح عيسى يا إمام أحمد مسند كيسة يا وحوي الطبراني معجم الكبير ك يا طبري تفسير كيسة يا حاكم مستدرجة حاكمنا وحده صحيح الإسناد ترمذنا وحده حسن هيا شيخ الباني بوحده السند كيسة ضعيف وقابوس بكشرة من قابوس الليلة ذو ضعيفة بسند ككشرة بولد ذو ضعيف على كل حال حكم كآيد وعام وأي لرجل مركز شخص قار اللي متشيده ونكره في سياق النفي معنى وحود عيا نين لبقى البي إلى هاي ويا لي مر نبى متشرو عدو دون بها النقضة أما النبي هالنقضة أما ولي هالنقضة أما مؤمن هالنقضة أما عاصي هالنقضة أما قال هالنقضة نين قول لبقى البي ويا لي متشرو وعام مركز حتى النبي يدو لبقى البي مرها قلبي قولها مركز مذو لبلي مذو لبقى البي قولها أي لي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ننكي هذه سالة يدين كبرنا والامد وقف قدوم رينا مركز سالة بقى قلبي ملأ يدون مركز أساسي ذوي يعني قف إلى هاي لبقى قلبي ويا لي مشرو ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي مذو البوا حلو يا لي قلبي قرا مسألة الله بعض آية الله هنا وش يا وحيتها دمر كظهار إنسان ورنا إنسان أنت علي كظهر أمي هو يمكن إلى هاي كمردين أما قار هو يمكن لم مذا إلى هاي كمردين waxay sameen jireen gaalada arbeed inay oran jireen dumarka dhahari jireen oran jireen anti calaya ka dhahri ummi haweenayda uu qabo ama oorida uu qabo ayuu xuk ku oran jiray waqtiyada qaar kood sida hooyada iga too kalaad iga tahay oo iga xaraansan tahay dhabarka hooyada sidoo iga yahay anagnima inaan ka doona ayna igu banaanay ayaa marka adiguna aad iga tahay dhahrina waxay u yiraahdeen yaani marka waxa way kinaa ahaan bay u yiraahdeen وإلا شرك يضرمي وأساس كره مركز ظهري وعلى الشيقي ألكي مركز وحي بطني قال الشيق لها على كل حال وحيوق بين قال ذي عربيد هدي قبل السال ويلا ذا إلا فري وأبدا أي وحارا نغنس لكن الشرع وحكر لغي حكم كالظهار كأنه طلاق هين مركز ان طلاق لو قد شيد ان طلاق لدي عمايو وحود عياون وحلي هاي كفار قد بولي سورة المجادلة أنا اللي نقول شيقي قد سمع بكتمي كفار قد كمركز لغلا إيماني marka kafara gudka la la yimaadana waxa weeye gabadhu waxay noqonaysaa marka mid sidii ay ugu banaaneyd ninka mid ugu banaan haddu gabadhu dhahaaro una gabadhu si haysanayo oo marka waxa weeye naagnimo ka doonayo waa inuu marka ka kafara gudaa ama adoon xoreeya inta aanu taabana u tagin ama waa inuu laba bilood oo mutataabicayn oo israar raacsanan wax u dhaxaynin waa inuu marka sooma ama lixdan miskiin waa inuu quudiya وأنا مرتب وسيدي وكالا هوريان با لوكالا هور مارينيا وأنت قول حورينتي الأوودي كرايو لو ما طلابا يو حكا دمبي هادي قول حورينتو أيوس ورجالي ويدو أوودي وايو أيو طلابا يلا بدا بلودين الصومو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا يعني وحال لقدقي مد مرتبة لقدقي مركا صدح مرتبة كواد وإن قرت الحريو أدي لكري كريوايو أما اللوايو وحا مركا لسومي اللواب بالوضو حليلة لسومي انتان لطابن كور هدي تان اللأوودي كريوايو وحال لقودنا يلحد المسكين بالقودنا اللحد المسكين بالقودنا هدو لكن مركو ظهارو أنو سيها يسنين قبرديو ناقنما أنو كدوني نسيدا أنو كغفاروقو ودونا أيو أو حوية مركا يعني ثم يعودون لما قالوا ماشا أين أولين وقبرو سيها يسن يسيق بيا أين أهين حال كنو عاسة إسلام مركبة وحوية وصدا كو طلاقي أما مركو روى مركا عبارة طلاق وقتشيدو وكنا يوني طلاق حال كنو عاسة كفارضني مركا واجبي ميس عين نقونا يساؤون مركا منكر كأي الدنبي أكو هذلي وأينو مركا وحوي كتوبت كنا وتوبة لي مدى مركا حكم كالظهار كنا والينو الشيقية هل كان إجمال با مركا لينو الشيقية لكن موضع كلا
سورة قد سمع ويكوس أرورتي إصغوا مفصلة وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم تمرك أظهار إسان أورن إسان سيدا هو يدي إيقا حاران سنت وكلا دي إيقا حاران سنت هو يوجي إنكين قار لمد وحاران نمذا كلمد إلى هاي كمي يلين وكما ديقين شايدا صدح هذا آيات القشة وحيتا تبني وحلي ده ذا تشري تشري تبني قوام محي الماء نردلين إنو ننكو الماء كي يشو أو سيدي الماء ودالي أولم عامله أو إلا ذو وإنا كيجي وحيهد عادة إسمين شرين عربت واقي هوري وقتك إسلام نمذا كهر نواجر تي تبني قاسي واجري تشرو عادة شرتبي أهيد أول كي إسلام نمذا نواجر تيو وحي إسكا أهيد مركا إباحة أصلي إذا إباحة إسكا قصو قرن إسكبا النام بيهي نبينا عليه الصلاة والسلام واسمي تبني قاسي واقي هوري وزيد بن حارثة صحابي قال لي لهذا وحا أهانشري أدون مركا خديجي لهذا هيبو أهانشري لأن خديجة أيها النبي السيسي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام وحري مركا مولو نبي وها عليه الصلاة والسلام نبي قلنا التبني بكو سميو وكأنا ياشي إنا نردالو كدكتي وواتا مركا ورنا يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد عبد الله بن عمر وحولي زيد إن حارثة والنبي عليه الصلاة والسلام موليه سيأكو حريي أه كمانو مقعاب تشرين واقي هوري مويان زيد إن محمد إنو يهي مويي وحكال كمانو مقعاب تشرين وحانو كم مقعاب تشرين ونسبين تشرين زيد بن محمد يهي والنبي عليه الصلاة والسلام إن انكيسي يهي حتى نزل القرآن إلى قرآن كسودقي أدعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله أبياشو ذو نسبية إن أبياشو ذو أبترسان ونسبيسان بعدالة لإله يكتيس آية داس مركة سودكتي لقب لابو أيوم بزيد بن حارثة اللي لك إنتي هو زيد بن محمد بالورنشري عجيس كان واحد سوري بخاري مسلم أي سوري مركة طبني قاسي سياسي أتشري حالة دعين كاسو حلو لما عاملي تشري إنه الماء دلي لم يدي هي أحكام تردن هذا يا حق دحلك هذا يتهي حق مركا يسأقبرد وقرسدا إنه مركا أبهن إنه كحران نقول يسوك إنه ياشي هذا يتهي وحوية يعني في كل الأحكام إنه مركا لم يدي هي إنه لدري أيوم بلم يدها يابلها حتى أودلي إنه محرم يهي ويسوك إليس واقي هرساسي أهان جرت كدي مركا آيادن يسودك تي حكم كاسيوح النقضي حكم للنص خيب النقضي ما دام النبي عليه الصلاة والسلام ومركا السميو زيد بن محمد دي مركا أكم وقعابو تبني السميي وحن نقنا يا مركا إباحة الشرعية إنا ياهيد إباحة دي أصل قاهيد مركا وكبحيس إباحة الشرعية ما دام ياهيدنا حكم كيوالا النسخة آيات دنبا النسخة يسي على هذا وحن نقنا يسا قرآن نسخية حديث النبي مركا وحن تصالوا نقنا يا من قبيلي نسخ السنة بالقرآن إن سنها لنسخه يو قرآن لقول نسخه يو نوع عصي مركا تسارع ونقر إساء أمثلة ذي لقود رأي أركانا وحلقة قادنا يا آيات قرآن إني حديث النبي النسخي كرتو آية لقى قادنا يا صار يالكال نوالي ذي مثل ذي قصة لباد واحد عضي أبو حذيفة صحابي قال لي لهذا أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وعنا كم إذا رقي بذر كقيب قليب وكم إذا هاي وحتبني كل سمايو كعلم يا شيء إن سالم لا إله ذو أيو مركا كدك تي إن أبو حذيفة إنو يه إنو أدرو يه إنو أوجوري إنو أدرو يه إنو أوجوري وحنا يا هانشر تي سيد حديثك الشيء جايو وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثي وحنا هانشر أي وقت الجاهلية ذا هدي مركا نلقى علم يا شو تدخل حيقو يرتشرين إنو إن كيسية هاي وورث من ميراثي دحلكي سنة وحبوك دحلي شري حتى أنزل عز وجل إلى الله سودك يي هذا الكنو يري أدعوهم لآبائهم أبياشو ذو نسبية كيانا به لقرانا إنا دولال بإذن يهي أما مولو إذن يهي دو حد تمي والنبي أتمي عليه الصلاة والسلام سهلة بنت سهيل سهلة بنت سهيل با نبي أتمي عليه الصلاة والسلام وأهمرك هوين يدي يأوردي أخبي أبو حذيفة أخبي ده نوحي تري يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا وحي تري رسولك إله يو سالم وحنوق ابني المؤبط كيغا كمد إنو مركا يهوك لنوق ابني وأن له ينشري
أبو حذيفة وقال له ينشري وأنا أركي شري بمعنى كما حجابا شرين سيدي الماء أنضلوا وكلانا وحجابا شرين وحيولي ما قلت لي وقد أنزل الله عز وجل فيه ما علمت الله نوحك سيدة شيء واحد قرن يسيء أكته بمعنى حل بي ربطا مركز السلاة وشيكت النبي عليه الصلاة والسلام السلاة وقعد الدارتي وبمعنى حاجة نوع سينة شرطة وتلمانتي مركز النبي وحكولي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات نوتي شن ناس نوغ نوتي وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة وحانو مركا النغضي إنو مركا المهد اللمي ديهاي ناس نوغ مركا وحويا يعني دراديد وحق الناس كأكرول على النغضي على كل حال حديث كاسي حكوي من صحيح البخاري وكويمي وحديث صحيح وي وحديث صحيح وي وحان الوكسون يهي رضاعة وحيكوكو بنتهاي حكم كعام كا وحيكوكو بنتهاي اللبض السنة يهوري كوكو بنته وهي رضاعة هذا لما يصير أنت مركا حكم رضاعة كما إمنا يوحي الدنبي حكم كعام كواساس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الناس نوق هذا وقت يصير لما أذنى يعني دب دنبي مركا الناس نوق حكم كي كما إمنا يو الناس نوق حكم كي كما إمنا يو وحانا مركا رضاعة أي تهي حولين كقدهدا لا رضاعة إلا ما أنشس العظم وأنبت اللحمة يعني الرضاعة واحتريسة وحوية وتامركا وحوية قفك كورينيسة وتامركا لبدا السنة قديه هذا داعيسة وتا وقتها الرضاعة مركا السقناطي هذه وقتها قال الرضافة رضاعة قفك أنفعيسة كما السقنا حكم كعام كسيدة سوي هذا الحديث كان وحوية حكم خاص وشيقية والنبي عليه الصلاة والسلام حكم إنه كقاريالي مركا يساء وقعد الدارتين أي حديث كانت تلمامية مركا حكم كان حكم عام أما هو عدو لبيس كما صمين كرتي خصوصية ويو عدو النبي كوكار يلي عليه الصلاة والسلام بي كوكار نغنيسا لكن حكم عام ومركا لسكا عمل فريكار ومركا وحيم ماءها شرعينا ده وحوي سدو أصار وريب الله أقبل الله قاطا أي واجب تهين لقوه قانسمه يعني إلهي رسول كسن عدو وحواكو خاسية لكران يعني عدو وحكو خاسية لان الله مورنا يمحيكو خاسية لان يا رسولكم وحي قصميني وحي إلهي بقصميني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلهي نعد الدون وحكو قاري لكرا يختص برحمته من يشاء يعني رحمتي سعد الدون وحكو قاري لا فضلي سعد الدون وحكو قاري لا أحكام تقار عد الدون وحكو قاري لا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني لو يدين ما يوحى الله السماية محاذ السماية سألون ما إن الله يحكم ما يريد وحو الدون الله حكمي وحو الدون أي الله حكمي إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه إنه أضمين نهي إنه اعتراضنا معها وإن له قان سماء تدك قار كود اللنصن وحيورنا يا المحاي سيو صورة قلت عين كاسو كلا إلا السماية عقلك الشرعي إلا قهر قي معها وحيالها خصائص تانسيو ذا الله أقبلا لون الرمي لون قاتا يعني وحوي إلا اعتراضنا مركي ساعة معها نسكو ما دام أسوغيهي ويسيس الله أقبلا ذاتك كلا حكم كعام كابا ويا الله حكم كنوح النغني حكم خاص بالنغني مركا وحلقت المامية إن ماذا أسأك الميالتين والشيقتين ويسبو أبترسين أفكينكم النغنيان إن ما أردشينكم النغن مايان لما نحكم نغنيان صدح ذا مسألة بقى آيدا لقو الشيقي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفي ومسألة ذا كواد وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ومسألة ذا اللباد وما جعل أدعياءكم أبناءكم ومسألة صدحات ذلكم صدح ذبا مذكورك على الصوشي يقول صدح ذبا كل عيسى وهذا لأفكي أنه كتر هذين حقيقة ذا وحوح كبدل يا ما إن أتراضان وإن كيقي إن كاقا كنا غن مايو إن أتراضان مركا حوية أريد أقبتان يزوجة أقبتان وحي لمتي هو يضي بي لمتي حق حاران ماذا كلمتي هاي يعني أفكي أنه كلما من نغنيس أفكي أنه كلما من نغنيس إن أتراضان مركا وحوية روح بقى لبقى البله هذا لأفكي أنه كتر هذين وي يعني ماذا مركا حقيقة لماها يعني واقع واحد شرما هو يعني مركا حقيقة خارجية ماله بس وهذا لأفكي أنه بكتر هذين أفكا باركسهم بكتر هذين ذلك قولكم بأفواهكم وراه ذا أفكا لقيل هذا ده حقيقة دي وحبك كما دورنيس وراه ذا أفكا لقيل هذا حقيقة دي وحبك كما دورنيس إلهينا وحيدين شيء يسد حقه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله حق أرنا يا حق الشيغية وضد حق أنا ضدك كهنونينا وحين نقالنا إلا يلا قال الله تعالى كذا
قال الله كذا الله بسلا يري يقول الله ما لورن كرا إمك آية قرآن هذا السوق هذا يقول الله تعالى الله وحيري تبت يدا أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما لورن كرا يعني يقول الله ما لورن كرا ما اسأله قال الله تعالى ولا يلهدا يدو آية قرآن هذا السوق هذا يقول الله ما لورن كرا سيدا إلا يقول الله قل هو الله أحد شوابت وحي تيها والورن كرا وحانو الدليل آيات القرآن كاي كم تأيضا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل يقول باليري مركا لفظي ماضي قاها مركا لما عبرين وحلم إذا قال فالحق والحق أقول مركا يقول يا أقول لبدا القرآن كساس يقتبي أحاديثنا وكسار رطي صحابة ديني رنشرين آيات كمركا السوق هذا ينقار كود ديني يقول الله تعالى كذا يقول الله كذا سيد حديث كمسلم صحيح كسوري عائشة مركا وحوين أيران يسو يقول الله الله باوحي لي آيات كقار كود أي سوق هذا نس سيد حديث كمسلم صحيح كسوري أي عائشة أيران يسو يقول الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء مركا على كل حال ولا أران كرا يقول الله تعالى كذا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أبا يشهد النسبية وأبا يشهد هو يرى وحتى وإنه بل ماذا أن قال إنها النسبيننا إن أبا يشهد النسبي سان بعد دار ضلح أو نكسن وحنا ترتا نسبة الله أبترسنا يعد أن قفك قال إن وأبترسنا وشي حارانا برنانين نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وحو يري من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام كأبيه عدان هاي نواب ترصدا السقو قرن يين وأبيه هاي شنذ حرام بكتاب النبي يقول عليه الصلاة والسلام وعكلو يري ليس في رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ننكستو أمرك وحوي الشيكتا أبيه عدان هاي نواب ترصدا السقو قرن يا وقالوا بيا يعني نوع كفرية وحق أبيه وكابال كالضريبة قصدا حديثك صحيحة من ادعى إلى غير أبيه هو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام وفي الصحيح مركز أساس أود وعيد دارن باقصغا أبا أن دالين روحين وابترصده سيدا سيدا بين أواهين وإن اسكتشر أرنك النوع سكرا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم هدي أبا ياشد أيضا قرنين ولا لي مركز الدين كإذن كليهن إذن كلو ولا لوبين أما إلما ذريد الليهين مولى إريق أهم معاني بضن بوليه هلا باطن معنا الله شاك ابن العم كوالا إلى هذا إنا ذركا مولى والا إلى هذا ناصر كقرقارا يا مولى والا إلى هذا صاحب كوالا إلى هذا كو حريي والا إلى هذا كل حريي والا إلى هذا يعني وحوي المعتقي المعتق مذول بمولى أيا إلى هذا إلى الله باطن معاني قرسيين بعض أهل العلم وحيكم فصرين ومواليكم بمعنى وأبناء أعمامكم وحوي وإل ما دردين أما وكوا حريسين وكوا حريسين أما وإل ما دردي مركا هدي وايين نصب كي هدي وايين لفظي كلو احترام كتشرو لغو قدرين ايو ومركا وحوي نفتو دي رالي قلين ايو لغو لا خطاب وي ولا إلى هذا مركا يساحان يا مولاي أما لها يا أخي يا وحيا الله لم يتكال لغو لها ولالك يو مولاها يجي يو إن أدرك يو كان حرية يو يعني مركا تعبيرتا إلا استعمار كل حريين مولا ولا إلى هذا الولاء اللحمة كاللحمة النصب لا يباع ولا يهب ساس أودد بولا قال اسكو بدح على وقتي ذا قركود وين اسكو بدح على باي كتماطة واحد شرته دوا مركي عادة يا هيد واجي هرد دعاء لو استعمار شري وحدي عكرت مركي الحرام تنمي يد بديد إن وقتي ذا قركود لقوها المامو أما كم لو يلهدو يذن لو قصدين ويا أفكي بعد عادة أهان وبرتي تيبا مرك الله ينط المامو يا ربي إننا كل سجناي نوحي أن لو قصين كم أودع وهالمان يا كم لو يلهدو إن دم بلقوا قبين وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم دمكم قبطان وحي أكو كم أذان وهلمان يكم إذن كدعه لكن وحق قلبي يدن أكسان باكدن باب إسان الله يدين قبنيا هل كان وحلق قادنا يا ومدى وحي خطأ ما كم إن الله قبنين بلق قادنا وهدي هلمان يكم يودع ذو إن الله قبنين أدي لك أنه وكسار رفت موضوع عس سيدا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وفي اللفظ إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلهي أمدا وكدا في وكدا يعني مركا وحي كما أما إلو الشياء إنه مركا الدنبيهان وقبته إلهي وكدا في ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا تعذى ولقى أقبلي
وتصحيح مسلم أي كسر رتي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قد فعلت إلهي وحي لوير وحي لو بريرو أي لو قبنيا هل كأوحن كلو براروشين أي مسألة كلا مسألة سوحي كسر أبسنطة هاي تبنق الديدة يا وحيتا إلما حقيقية إلا قردكتو اللي يرادو وإن كيجي الله يسوق أبتريو لكن إن مركا الروح اللي يرادو احترام لا احترام أيو يا شرفيس لا شرفا أيو اللي يرادو يا بنيا إنا كيجي رايو مثلا دالين إنسان لو يرى هذا دي بكم الصقنا سيد ابن كثير كبت تفسير كيسو كوع الضينا أو حورنا يا وحل الديدة وحي تهاي إن مركا تبني لسميو إلما حقيقي لا غيره معنو تلمام يا إلمها مركا وحي حق الرضا عادي الناس كا لوجو إلمها النقضي وحو لم يديها يكير نصب كوكلو لم يديها يسقو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النصب سيد حديثك الصحيح وشيقا أيو ناس نوغا سببتي سوحكو حاران نغانا إياه وحمركا نصب كسببتي سوكو حاران نغانا إياه وكالي وحلا ميدا كدبو حوران إياه إن مركا إلما اللغو الشيغو اللي إلاهدو وإنان كايقيا أما اللي إلاهدو إنان كايقياو واللوغة تشيدو تكريم اللوغة تشيدو يا شرفيس يا تحبيب يا تعليسين تاسي كما ميدا وحيالها على الرابة كما ميدا وحانا ودليل حديثك إيسووريين يعني إمام أحمد يا أفرت أصحاب السنن مركا لغا الرابة الترمذي الشيخ يا النبي عليه الصلاة والسلام إنه إن ممركا وحوي رير بني عبد المطلب إنه كيري وبيني لا ترمل جمرة حتى تطلع الشمس إن ماذا يدير يرايو وبيني لا ترمل جمرة حتى تطلع الشمس هتورينا جمرة العقبة إلى قر رحض الصوب بحضها تورينا وحجك مركا اللي قتشره جمرة العقبة ما رينت التبناد إلا تورنا يسبحني مديدا أيو حكول أبيني إن مضى يدير يرايا ولا ترموها تورنا الجمرة حتى تطلع الشمس تي إن مضى نمدالين نبينا إن أمك عامين إن مضى وحياها إن مرهر عبد المطلب بيهاين وإسكو قيس النبي عليه الصلاة والسلام أيهين أي مركة أهاي وأنا سؤال أرطي النبي عليه الصلاة والسلام إنه مركة أنا سبن مالك لفتي سكوي لي أبني وحكو سبن يهاي في صحيح مسلم أو حورنا يا مركة أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني رسولك إلهي با يحيقو لي يا بني إنن كيقي يا رايو مركة إن لي إنن كيقي يا رايو لي بكم السقنا وكذا وحلا ماذا هدو مركة وحوي روح كوي لهذا يعني على سبيل احترام يعني مركة عدو كوي لهذا أبهي أمهو يدي أساسو كوي لهذا واحترام وكتشيه تاصلنا لي بكم السقنا سيد إمام النووي كل شيء في شرح صحيح مسلم وقلت المامي وأنا سيد ابن مالك بابو حورنا يا أبو طلحة إسقو الشيء وحورنا يا أبهي يا أبه حقيقي أنا وما أهين هو يدي بو قبي أنا هو يدي أيو قبي مركز أنا سو حورنا يا أبهي بورنا يا أبو طلحة أنا وقتشيدا إمام النووي حورنا يا وحوقتشيدا على سبيل التكريم أيو قتشيدا مركز ترنو عاسين بأس لهين وربل لهين بالك قاضنا الله وحيدي ما جعل الله الله كميل للرجل إن أميل من قلبين لبقى قلب أميل في جوفه يعني أوركيس لبقى قلب كميل أما لبدا قلب أو في جوفه أوركيس كسقا قلبين لغصفيه أما جعل لغو تعلق سيه جارك مجرورك وما جعل كميل أزواجكم دمركين أما هوينك قبطان اللائي كوا صوت ظاهرون آظهاريسين أنت علي كظهر أمي سيده يديك حران سنتو كرديك حران سنتي أورنيسين تظهرون يتظاهرون ولا بقراء تظهرون مركة ليلهدنا يظن والله معنوي وتتظهرون بين غنيسا على كل حال وبمعنى معنو حود عيا كوا مركة ظهاريسين وبمعنى أورنيسين أنت علي كظهر أمي كما يلين إلهي هو يمكن كما ديكين منهن حال يدمر كينا كم إذا هادين أما منهن حال يدمر كينا أهادين أمهاتكم هو يو يمكن كمردقين يعني قال هو يو يمكن لمدو حق حاران لماذا كلمذا كمردقين إلهي إذنكم بأفك باركي سكيري وما جعل كمير أدعياءكم إن ماذا الشيغان يسينو أيضا دلين وجمع دعي دعي نوحي ومدعو ومثل الشيغتي وأن حقيقة لو دلين أدعياءكم كوينا الشيغانيسين وإذا دلين يا كئل ميالتين كميالين إلهي أبناءكم إن مديني كمدقين وقال إن مديني أه كمدقين أما إن مديني لحكمة
إلهي كما يدي ذلكم كين ناس مذكورك لصوش صدح ذارهم باكود عيسى قولكم وراهدي إني أكتر هذين بأفواهكم أففكين أكتر هذين أفكين كريا أكتر هذين حقيقة ملي والله إلهي يقول الحق وحورنا يا حقي أي الله شيغ يا أورنا يا وعضينا يا وهو الله يهدي وهنوننا يا ضدك السبيل وضد حق أبوك وهنوننا يا وأمر يا ادعوهم النسبية أغيارا لآبائهم أبياشود النسبية أعيدان دارين هو نسبينين أبياشود النسبية هو أقصد عند الله هو إن أغياردان أبياشود يعني وحون نقول يا مستر كو قرصون ادعوهم أبياشود إن أغياردان أو نسبيسان أي أقصد عدالة له عند الله الله أكتيسه فإن لم تعلموا هدا قرن ويدان آباءهم أبياشود هدا قرن ويدان وأبياشود أيضا أقونن وعلمدي عرفان كلام عنا هيدا مفعول كريه قادنس فإخوانكم أولى الذين أي فهم إخوانكم أولى الذين في الدين الدين كين كل أولى لوبي ومواليكم وانا المادر الدين أما ومواليكم وكوا حريسين وكوا حريسين وليس عليكم كركين ما أهنين جناح واحد دنبي فيما أخطأتم به وحكوكم ما أدين وكوها المانتين دنبكم قبطان ولكن ما تعمدت قلوبكم هيا شوحي قلبي يدين أكسان أبريران أي تأخذون به والذين قبنيا وكان الله والله وحو أهدي غفورا مدا مداف بضن ورحيما حريص بضن بو أهدي هل كاهن قد شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.